حبيبي عمور، شيرين رفيقتي من زمان كتير وإحنا صغار بيبي هالقد، وكمان خطيبة خي جونسي ومعه مصاري كتير كتير كتير. شو يعني مليونير؟ حبيبي أنت بتاخذ العقل، أحلى شي بحياتي وفي عيوني أنت. لكن قوليلي مين بده يدفع حساب الغدا؟ أنا على الحميد المجيد. أكيد خطيبة لصاحبتي شيرين. أوبس. شو صار؟ الهيئة في فرد فقعت، دايما حرشتيني، دايما حرشتيني. هيدا الدكتور الحمار كل مرة بيقول له ما تنفخن هالقد، ما تنفخن على القد، بيقول لي لا 2.8 أحلى، بصير مثل الفور ويل، هن لازم 2.1، وأنا مع الحرب بفقع بفقع. دخيلك. هي شيرين، أصحابك دول هيطلعوا مريشين ولا أونطة؟ أنا ما بقعدش غير مع الأغنياء وبس. حبيبي ما تقيم الناس حسب غناهم، قيمهم على اخلاقهم. ولا اخلاق ولا بتاع، انا بقيم بالعربيات، اقل من بورش ما بقعدش. انت مش شايفه الكابروليه اللي انا جاي بيها؟ انت عارفه انا دفعت فيها كام؟ اوف صرت عارفه، قلت لي اياها شي 500 مره. لك حبيبي روبر رفيقتي من عيله كتير كبيره. هاي هاي هاي، بس اكيد مش اغنى من عيلتي. انا ماشي، عمرك شفت حد فيه شنطه فلوس وراه؟ دي مليانه ما شاء الله. هاتي يا بت، هاتي هاتي انت يا ابني، رج الفلوس لا تعرق في الشنطه، تعالى ما نشوف صحابي. هاي بونجور. هاي حياتي، كيفك؟ سبا الحمد لله. هاي كيفك؟ هاي، بحب اعرفكم، هيدا عمر خطيبه وهيدا تامر خطيبه لشيرين. ما فيني خبرك يعني رجل اعمال كتير مهم بمصر وهلا عايش هون ببيروت. وغني غني موت. وغني غني موت وكتير مهضوم. اهلين، نايس تو ميت يو مستر تامر. اهلا حبيبي، اهلا اهلا اهلا. طبعا عمر ما فيني خبرك انه استاذ تامر من عائله كتير مرتبه، بحب اللبنانيه كتير وبقدر مواهبهم كتير كتير كتير. اهلا حبيبي، اهلا، تشرفنا. اهلا وسهلا. ايه ده سبحان الله، لو سمحت يا اخ ممكن تقفل وتفتح؟ لو سمحت هفهمك، اقفل وافتح على طول. وريني وريني، يلا يلا. هو يخرب بيتك عمر عجرم، اخبارك ايه؟ يا خبر، تامر حمدي السبرسجي يخرب بيتك. وينك يا راجل؟ ايه يا معلم السبرسجي ايه؟ انت لسه فاكر؟ انسى بقى الكلام الفاضي ده. انا دلوقتي تقدر تقول عليا من اغنى اغنياء الكون، من اكبر العائلات. شو عائلة؟ هيدي اوطى عائلة بمصر. شو اخبار اخوك النشال؟ سيد محبوس بس هيخرج ان شاء الله. انت اخبارك ايه واخبار عيلتك؟ لسه معفنين وبكح تراب من الفقر ولا عاملين ايه؟ معفن؟ شو معفن؟ انا دكتور. يا راجل دكتور ايه وانت لاقي تاكل؟ بقول لك انا بقيت اغنى واحد في الكون. اهلا اهلا اهلا. الله يزيدك. الله يخليك. شو اخبار الحاجه؟ خرجت من السجن حبيبي؟ حاجه ايه وبتاع ايه؟ هقوم لك تاني يعني، ما انا كنت لسه عندك. تعالى. ايه حاجة فيه وبتاع ايه وسجن ايه؟ انسى بقى انسى، الموضوع اختلف. تقدر تقول انت محتاج فلوس، عايز اي اؤمر فلوس فلوس يا ابني، فلوس فلوس، عشان بس الموضوع بالنسبة لك يبقى مش عارفهم كام. خدي، احنا تشرفنا يا انس. هيدي لإلي؟ طبعا. ميرسي شيرين. اهلا 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 يا شيرين. مش معقول احلى حاجة حصلت النهاردة، عمر ده صديق عمري فوق ال 15 سنة. الله يديم المصاري، قصدي الله يديم المحبة. صدقيني يا بودي، تامر من أوفى الأصدقاء اللي ممكن تتقابليهم في حياتك. حبيبي حبيبي، على فكرة احنا لازم نخرج كتير. رش، أنا سلمت كتير. رش رش، مسكتي إيدين الناس معرفش غسلينها ولا لأ، حاجة صعبة قوي. ما بشربش حاجة ليه؟ يا متر متر، اهلا اهلا، نور يا عمور. اهلا وسهلا فيك مسيو تامر. اهلا اهلا، عن جد بيروت نورت كتير. منوره باهلها. اهلا يعني، هات هات كل اللي عندك وخد بقشيش زي ما انت عاوز انت وزمايلك، بس مبدئيا نزل لنا 40 ايس كريم عشان الجو حر قوي. يلا باي 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 باي. يا جماعه احنا لازم كلنا كده، اتشرف ان انا اعزمكم النهارده على العشاء في اغلى مطعم، لان فعلا انتوا مش متخيلين انا غني ازاي. شكلك بتحب الفلوس. ابدا فعلا. طب هاتي لنا دي تومي. نعم. اوكي بهزر بهزر. انا كمان. هاي شيرين. هاي عمر. اللي هو كيفك؟ ماشي حالي. المفروض يقول منيح كلبناني يعني، ولا هو بيحب مصر؟ كتير بحبها لمصر طبعا. عمر ايه منيله ايه؟ ده اساسا ولد كلب ولا عمري شفته في حياتي، وعيلته نصابين وسيره انا مش عايز اتكلم فيها في الوقت اللطيف ده. بس انا خايف يعني تكون انت متضايقه اني خرجتي معايا عشان شيرين انتينك وكده. شو شيرين انتيني؟ يا بحياتك قلت انتيني شيرين؟ انا ما بحبها اساسا، حاسه كثير بتغار مني ولئيمه لئيمه لئيمه. يعني سوري اذا عم تحكي عنها هيك هلا. لا 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 لا، بتحكي ايه؟ ده انت بتحكي زي ما انت عايزه، دي شخصيه زباله اصلا، وانا ما كنتش طايقها وشكلها نصابه من الاخر. بوبي
انا من يوم ما شفتك يا بوي مش شايف حد في الكون، صدقيني كل فلوسي وثروتي وفيلاتي وبيسيناتي، هقولك كل حياتي بيتي. عن جد؟ عن جد؟ طبعا عن جد، انا ممكن اتجوزك دلوقتي حالا في البسين ده. يا الله، طب انت يعني ما رح تفكر بالناس وكلام الناس وعوا على المشرين؟ طز في الناس، الناس ايه؟ هو في ناس غيرنا في الكره الارضيه؟ تحسي الموقف اللي انت فيه ده انا مليهولك في 10 ايام. كتير مبسوطه كتير. الحمد لله يا حبيبي، انت مش جعانه صحيح؟ انت عارفه كتير جعانه كتير. معقوله؟ وليد ذوق يا بابا. ضفدع بشري جايب لك العشاء، ايه رايك؟ كتير رومانسيك. شفت عز قبل كده؟ فين الشوربه؟ انت هتستهبس، روح هات الشوربه. معقول؟ خد يا بموت عليا هون. بسم الله بسم الله بسم الله. طب بما ان يعني احنا عايشين في ارض كتير رومانسيين، كتير حلوه. انا حابب اقول لك سر كتير حلو. قولي. انبسط فيه كتير. قولي. تعرف ان انا مستحيل تتكلمي بجد؟ تتكلمي بجد؟ مش هتبقى بجد. ليه؟ واخده بطولات سباحه مثلا؟ عندي عوامتين بنتخن اربع مرات في السنه. طب خلاص، هو انت بتتكلمي على الجبل؟ ده احنا في البسين، ده احنا في البسين. بوبي 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 اطلعي خلاص، نفسك يا ماما، ده انت غطاسه رهيبه. بوبي البيت ماتت ولا ايه؟ يا وليد حجز انت من هنا وانا هشوف من هنا. وين ده عم ابراهيم؟ بسرعه هو واولادي ينطوا في البسين يدوروا على البيت. بوبي اتحرقي بقى، انا جعان. هتعزيني بقى ده وليد، سيبك منها. هاي هاي، هاو ار يو؟ فاين. منورين منورين. طبعا انتوا حاطين في دماغكم بلاوي، ها؟ وقلتوا في ليله امانيا؟ لا لا، النهارده لا. انا هطرح بيتكم للاسف واقول لكم الخبر اللي بالنسبه لكم هيبقى قاطع عيش للامانه. يعني النهارده اخر ليله بالنسبه لي في العزوبيه، بكره ان شاء الله هتجوز ست مش عايز اتكلم عليها كتير، بنت بيت، بنت اصل، متربيه، هتنسيني كل التفاهه وكل السفاله اللي انا عشتها في حياتي اللي انتم منها طبعا. هبتدي اكون رجل محترم، وبالتالي هكون في بيتي محترم، بيتي هيبقى ليه تقاليد، ما عنديش زيارات، مش عايز حد فيكم يتكلم في التليفون، لان اصلا مش هيبقى فيه تليفون في البيت، هو تليفون واحد من 9 ل 10 وللمقربين قوي، فيا ريت ما تخربوش نفسكم. مفيش زيارات لاهل مراتي حتى، مش ليكم. بيتي هيبقى بيت قديم. انا كنت عايش معاكم حياه عصريه، بس اكيد هتسمعوا عني بعد جوازي بفتره انا عامل ايه في بيتي. هضطر اطردكم، انا اسف. يلا جو اوت. يلا بره 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 بره، كل الثور اللي عندكم تتحرق. يلا يا بنت انت، يلا قومي، في قاعده ليه؟ ما كلهم خرجوا، ده انت رخم قوي. يلا في داهيه، بيت كده ينضف، يبقى في ست وفي راجل، ومش راجل عادي، سيد الرجاله. توكلنا على الله. الى الجواز. انا يعني مش هبقى قاسي للدرجه دي، هحبها بس الاصول اصول، هتشوفوا الاصول اللي بيحكوا عليها في الكتب. يا بوبي، والله والله يا بوبي وانت معايا بحس ان الدنيا كلها بتضحك عليا. حياتي بس مش عجباني بوبي، خسانه وهفتانه وعدمانه. ايه معك حق حبيبي، انا بغير المقاس اربع مرات في السنه مع كل فصل قياس شي. هتوحشيني حياتي. وانت كمان يا روحي. بعد مره. باي. بوبي، ومين ده يا بوبي؟ ها؟ مين الأخ اللي كان نازل وودعتيه وبوس وكده؟ هذا الكوزين تبعولي. يعني إيه كوزين؟ ابن خالتي سهيل. سهيل، بس سبحان الله لا شفته لا فرح ولا تعرفنا على بعض يعني. إيه، ما إنه كان بأستراليا وهلا رجع، بس مخانق مع مرته، عنده مشكل كتير كبير، كنت عم حل المشكل. طبعًا طب بس بذمتك حد يحل المشكل؟ الساعة 4 الصبح. شباك تامر شباك؟ لا مفيش حاجة، أنا بتناقش معاك. بدك تخنقني شيء؟ لا أخنقنك شيء ليه؟ ده أنا أعمل لك بطيخ، إحنا بنتكلم عادي. إيه سهيل؟ سلمي لي على الجيتار. ايه حبيبي، اعمل لي ميس كول بليز وقت توصل على البيت. بيزو بيزو. وداع.
دلعوا بيزو غير سهير؟ انا مش فاهم، عايز افهم الراجل اللي كان في بيتي. تاكلي بطيخ؟ شو بيك؟ ولا بيك ولا زفت. شو بتهبل؟ شو بتهبل؟ وانا يا دلي يا دلي على هالغرفه، وانا يا دلي يا دلي على هالدرج، نطت نطيت شو هالمسحه، وانا هيدي جوزك؟ ايه يا دلي يا دلي يا دلي، يلا حبيبي رح اشتاق لك كثير كثير. وانا كمان. لا مش حنبوس، حنبوس هالباب يا دلي يا دلي على هالباب. بوبي، ممكن اعرف مين الافندي اللي بيلحس الابواب ده في بيتي؟ هيدا كوزينتي. وانت ليكي كم كوزينتك؟ في كوزين اولاني وكوزين تاني. كوزين الاولاني ابن خالتي، هيدا كوزين التاني ابن عمتي. وابن عمتك بيعمل ايه في بيتي في الفجر؟ تامر شبيك، بدي اعطيك لستة يعني باسماء كوزنتاتي؟ حبيبتي انت بتتعصبي ليه؟ ده انا بفتح كلام معاكي بندردش. كان عنده مشكل مع امي، عم بحل له المشكل، ما في شيء. يا حبيبتي انت وكوزنتاتك على راسي من فوق، وربنا يخليكي وتحلي مشاكل اهلك، ما في شيء بقى كده. قومي اعملي ليموناد. حاضر حاضر. ثلاث معالق سكر. عيوني لسه قاعد معاكي حالك، جاهز في الثلاجه. تعال ندردش. جاب شيء تعسيب. ايه ايه سهاب، وقت ما توصل على البيت بليز اعطيني مس كول. اوكي حبيبي. بيزو 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 بيزو. انا كده عرفت انت بتعزي سهيب اكتر من سهيل، لان سهيل اللي فات قلت له 3 بيزو، ده قلت له 5 بيزو. انا بحب البيزو مع اني مش عارفها، بس قشطه يعني. فرفشي بقى كده فرفشي. انت بتبرقي لي كده لان اقوم اعمل لمو. انا كثير انبسطت فيك اليوم. والله حبيبه قلبي مرسي مرسي كثير انك اجيت، ان شاء الله رح نتكرر. اكيد اكيد، والله مشتاقين كثير. بعرف انا كثير مشتاقة. يلا باي باي. باي باي حبيبتي. باي باي حبيبتي، باي باي. بوبي! نعم. شو شو في؟ بوبي بوبي بوبي، ما في عندك غير بوبي، دخيلك فوت نام. يطلع مين ده ان شاء الله؟ سهيل ولا عقيل ولا مين بالظبط؟ شهاب جوز خالتي. طب يا اختي اقفل الباب وتربسه، ولا في وفد جاي نستقبله؟ لا خلاص تربسه. حبيبتي انت وحشاني، انا متعصب لانك وحشاني. انت مديه كل وقتك لاهلك، افضيلي شويه. تامر عن جد كتير تعبانه، مش قادره احكي ولا كلمه. حبيبتي ما تقولي ان انت تعبانه، اخدك افسحك يومين في اي حته واموري. ايه هانم ده؟ ايه اللي انا شايفه بعنايه ده؟ شوفي انت بتخونيني يا بت. شو بخونك؟ جنيت انت شيء؟ جنيت انت شيء؟ بتلعب المزرعه السعيده مع شاب غريب في وسط الليل وبالايباد اللي انا جايبه لك بفلوس يا خاينه؟ لا انت عن جد جنيت، انا شريف العشرة منك من اهلك كمان. من اهلي وبترمي الايباد؟ طب تعالي بقى، انا هرميكي في الشارع اللي جبتك منه واطيه. لا تعالي. دخيلك ما تمرمطنيش. ده انا همرمطك انت وال 30 راجل اللي بيجوا هنا دول. لا دخيلك. استني قبل ما تمشي، انت طالق طالق، فاضل كام واحده كده؟ واحده. طالق يلا غوري بالسلامه. ما تمرمطنيش. قرف تتخينة، راجل طالع راجل نازل، مش مداني وجودهم، اللي مداني ان مفيش ولا نطع منهم وهو نازل قال لي مساء الخير حتى. استغفر الله العظيم يا رب، طلقت الولية اونطه.